السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، وصلنا إلى آخر محاضرة في محاضرات التركيبات الثابتة في إكسبرس ودونتك الجزء الأول. كنا تكلمنا فيه على مقدمة في التركيبات الثابتة، أن بعض أنواع التركيبات وتحضير الميتال سيراميك والميتال كراونز والخطوات المعملية لهذه التركيبات، بالإضافة إلى قبلها إلى البرنسبلز في عملية التحضير. اليوم هي من اسم المحاضرة صادف ان هي ما دام هي اخر محاضرة اتس ذا فينيشينج لاين او الخط الفاصل اللي حنتكلم عليه، اللي هو ما بين الاسنان المحضرة والمش محضرة في عملية تحضير الاسنان. اذا لما جيت اتكلم عليها كتعريف، هي عبارة يعني هو اسهل تعريف جابه احد العلماء، قال لك it is the junctions between the prepared axial tooth surfaces and the remaining unprepared tooth surfaces. لو انا جيت انا اتعامل مع الفينشينج لاين بالذات في عمليه الفول كفرج ريستوريشن، التركيبات اللي بنحضر فيها مثلا فول ميتال كراون او ميتال سيراميك كراون، بنجي احضر البكل واللينج والميزل والديستال، بيكون في عندي خط فاصل ما بين اللي حضرته هذا المكان والمكان اللي مش محضر. هذا الخط بيكون لو جي اشوفه اوكلوزلي او انسايزلي حشوفه داير ما دار. اذا هو عباره عن خط فاصل between في الاكزيل سيرفيسز، اكيد ما لهش دخل الاوكلوزل ما دمت تتكلم على تركيبه فول كفرج ما هياش بارشل كفرج، لانه حتشوفوا بعد شوي السلايد اللي وراء على احد التركيبات تركيبات البارشل كفرج يعني دخل شوي الفينشنج لاين في الاوكلوزل. بس عموما الاكثر شيء يعان هو الفول كفرج ريستوريشن، بيكون الفينشنج لاين هو الخط الفاصل بين المحضر والمش محضر، ويشترط زي ما انتم شايفين هنا بعد ما احضر بهذا البير مثلا بيكون عندي الفينشنج لاين شود بي كونتينيوس. لو بدات من البكال سيرفيس فروم وان سيرفيسز تو اذر سو نو انترفيرنس وذ ذا سيتنج اوف ذا كرون. لو كان عندي انا فائده الفينشنج لاين من فائده المارجن انتجريتي او تقفيل الحواف او ختم الحواف للتلبيسه لما تجي في الاخير، لازم يكونش بينها اي تعارض او اي تشابك ما بين التركيبة نهاية التلبيسة والسن المحضر الفينشينج لاين، لازم تكون مختمة تختيم كويس. لكن لو ما حصل ليش هذا التواصل أو التكامل في هذا الفينشينج لاين في الأربع الأسطح الأكزيلز، فحيكون الفني يسوي لك تركيبة. لو افترضنا أنا نسيت الميزيل هذا المكان ما سويته فينشينج لاين، فالفني حيكون عنده ما بيكونش عنده وضوح في عملية ختم السن المحضر تختيمها أو تكتيمها زي ما يقولها الفنيين أو اغلاقها، فمش حيقدر يختمها ويغلقها التلبيسه من هذا الاجزا سيرفيسز. لو افترضنا هذا المكان مثلا، فيكون عنده تعارض في جلوس التلبيسه، فحتكون عندك فيما بعد مكان مفتوح ممكن تدخل من خلاله الاسنان، من خلال الاسنان يدخل البكتيريا. طيب خلونا كذا نشوف كذا مقطع فيديو بسيط يعني شويه يفتح لنا افاقنا في عمليه الفينيشنج لاين. لاحظوا هذه السنه بريمولرز لو افترضنا، بس هنا عملت تحضير 3 كوارتر، محضر لك اللينجوال ميزيل ديستال واكلوزل، البكل ما حضروش. بس لاحظ الفينشنج لاين، هذا فينشنج لاين وهنا فينشنج لاين وهذا فينشنج لاين. انا بس انا جبت هذا الفيديو عشان تشوفوا كيف اهميه التلبيسه ان هي تختم هذا المكان كله. شوف كيف بقيت التلبيسه على الفينشنج لاين بالضبط، فكانها يعني هي مصدر نجاح التلبيسه متى ما كان عندي فينشنج لاين واضح. احنا لما نتكلم على نوع الفينشنج لاين او تايبس اوف ذا فينشنج لاين، انا بيهمني في هذه المحاضره نخرج بثلاثه اشياء مهمه، اللي هو نوع كل بير مستخدم في هذا كل فينشنج لاين، والادفانتج والديز ادفانتج لكل فينشنج لاين واليوزز. حنتكلم من اكثر تحضير او اكثر فينشنج لاين مور كونسرفاتيف الى ان ننتهي باخر فينشنج لاين ليست كونسرفاتيف. هنتكلم مع اول فينيشنج لاين فيري كونسرفاتيف اللي هو اسمه نايف ايدج او بين قوسين فيذر ايدج. نايف ايدج فيذر ايدج يستخدم في هذا البير اللي هو يعتبر انحف بير عندنا في الدنتال انسترومنت كتحضير في الكراون اند بريدج. بيكون هذا البير جدا نحيف، لذلك يسموه وجدا مدبب، وما دام هو جدا نحيف وصغير حيسموه pointed anterior fissure bear. طبعا كل البيرات المستخدمه هي tapered بما معنى من هنا بتكون ضيقه، من النك او من كان هذا الوسط بيكون واسع. بس هيختلف لي هنا ايش النهايه، هنا
بتكون بوينتد في هذا النوع، وكمان بيكون ايش البوينتد كناية انه البير ماله جدا نحيف زي الابرة، ويسموه في بعض الكتب يستخدموه او يسموه النيدل بير. هذا البير اللي احنا استخدمناه لو تتذكر في المحاضرات السابقة في عملية تحضير او في عملية opening of the axial surfaces اللي هو في البروكسيمال surfaces. لما كنا نجي لنا سنة عاوز افتح الميزل والديستال بدل ما اعور او اعمل انجل السن المجاور، فكنت استخدم نفسه هذا البير البوينتد اند تيبر فيشر بير او يسمى النيدل. طيب ما دام استخدمت انا هذا البير ايش اتوقع بيكون التحضير عندي ماله؟ طبعا هذا ما بفتحش في سنة او بحضر بفتح فيه يعني سيرفيسز معين، لا هو تحضيره كله بهذا البير. احنا لما كنا طلاب وانا اتذكر بالفانتوم كنت انا اخاف انه احضر كثير في السنه الفانتوم والاكريليك، او حتى لما وصلت لفم المريض كنت اخاف انه انا احضر في فم المريض بشكل كبير، فكنت استخدم هذا البير. بس مع الاسف الشديد يطلع لي هذا الفينشينج لاين التي ما بيستخدمه الناس كثير لعده اسباب، اهمها انه هو حنشوفها في الديز ادفانتج اللي هو ضعف التلبيسه. خلونا الان نتكلم على اول حاجه نوع البير. زي ما قلنا هو بوينتد اند فيشر بير، ما هي مميزاته؟ اكيد اول ميزه لو زي ما ذكرت تعتبر the most conservative type of the tooth structures، لانه انا بيكون عندي very conservative مش هحضر الى small amount to be removed. طيب اذا نحفظ هذه the most conservative، لو اقول لك ما هي، هي هذه اللي هو knife edge feather او feather edge finishing line. feather ما معناها ريشه، يعني بتشيل كانك مقدار ريشه. الميزة الثانية easy to prepare. أنت لو تكلمنا على لغة الأرقام، أنا لو عندي سنة lower 6 هعمل لها تحضير وحيكون نوع finishing 9 knife edge. كم مقدار ال axial preparations buckling والميزل distal surfaces مش finishing line surfaces حيكون تحضيره داير ما دار بيكون 0.5. طيب والfinishing line أكيد الفينشينج لاين بيكون في هذا المكان هو أقل، يعني لو تكلمت على هذا المكان 0.5 تحت حيكون أقل، فكم تتوقع؟ ذكرت أكثر الكتب حيكون سماكة الفينشينج لاين 0.3. كنا تكلمنا في أحد المحاضرات أن الفينشينج لاين عادة ما بينقص عن التحضير الأكزل سيرفيسز بمقدار نص ملي، يعني لو كنت حضرت هنا واحد حيكون الفينشينج لاين نص، لو كنت حضرت هنا فوق في الأكزل سيرفيس واحد ونص الفينشينج لاين حيكون واحد. طيب هذا هو نص، كم حيكون الفينشينج لاين؟ اقل من نص، يعني كم زيرو؟ لا، حيكون اقل من 0.3. فعموما بيكون تحضيره جدا بسيط لانه ما بياخذش منك وقت يا دكتور، يعني دار ما دار السن باكل لينج والميزل ديستال يعني تفعل مسحه بسيطه وتخلصت. اذا ايزي تو بريبير، وهذه ميزه ثانيه. ميزه ثالثه ايزي تو بارنش ذا ميتال تو ذيس مارجن. ما معنى هذا الكلام؟ لو افترض انه خلصت تحضير هذا السن حتجي التلبيسه، التلبيسه حتكون فيري ثين سماكتها 0.5، من ناحيه الفينشنج لاين حتكون اقل من 0.3. ما نوع الماتيريالز المستخدمه كتركيبه هنا؟ هل تتوقع ان هي خزف؟ اكيد لا، انه الخزف هو من زجاج وحيكون الزجاج جدا ضعيف وبرتل وحيتكسر بسرعه. الخزف اللي هو من يعني من عائله الزجاج علشان يكون قوي لازم يكون فيه سماكه. اذا ما هو الماتيريالز الاخرى؟ الماتيريالز الاخرى حتكون ميتال. الخيار الاخر الميتلز حيكون جدا نحيف، اوكي اتفقنا جدا نحيف. طيب كيف حيكون الثخان قلنا في الفينشينج لاين؟ ما دام انا نقصت 0.3 واقل حيكون عندي سماكه الميتلز في هذا المكان في المارجز 0.3 يمكن اقل. قال لك الميزه ايش؟ انه بعد ما دخل التلبيسه في السن المحضر في اداه البرنشر اللي تشبه البرنشر حق الاوبرتيف اللي بيكون اداه تشبه الفراسه زي الكره، حيكون الدكتور يدخل التركيبه وحيكون يضغط من الخارج على التلبيسة وهي بالسنة وهي فوق السنة المحضرة، حيكون يضغط على المعدن بهذا الاتجاه من الخارج إلى الداخل كأنه بيختم أو بيقفل الميتلز، بيضغط الميتلز على إيش؟ على السنة المحضر، فبيتأكد من ختم للحواف. طيب ماذا استفاد الدكتور من هذا الشيء؟ استفاد أنه هو ختم الحواف، واستفاد كمان أنه الميتلز أو الماتيريالز اللي هي المعدنية هنا خفيفة فتجاوبت معه وانضغطت على السن المحضر. اذا ضغطتها وكبستها على السن المحضر فبقيت عندي المارجنال انتجريتي اكثر واحلى لانها خفيفه. اذا تقدر تعمل برنشنج او ضغط على هذه الماتيريالز المارجنز حق التلبيسه على السن المحضر في عمليه في المارجنز اوف ذا توث بريبريشنز. طيب نجي نتكلم على عيوبها. اول عيب الدكتور بعد ما بيخلص صعب انه يلقى التحضير حقه، بيكون difficult to detect on the teeth على السن المحضر والله صعب.
يعني زي ما هذا، انا جايب صوره كذا يعني فني شويه. لاحظوا الناس اللي بيتسلقوا على حافه الجبل، صعب انهم يلقوا الحافه حق الايش؟ الجبل اللي بيتسلقوا فيها، بتكون جدا صعب، يعني لا يكاد يراها بسهوله. لو افترضنا ان الدكتور سواها وقدر يشوفها وعمل امبريشنز واداها لعند الفني، يقول له يا فني سوي لي التلبيسه المعدنيه، انا عملت لك فينيشنج لاين من نوع النايف ايدج. هيكون الفني صعب لو يعمل ووكسينج، يعني احنا قلنا في المحاضره السابقه او تكلمنا على الخطوات المعمليه انه بيسوي التلبيس اول شيء من شمع، بعدين حولها الى معدن. هو قبل ما يسوي التلبيسه الشمعيه اللي قدامك بيرسم الحواف بقلم معين زي ما انتم شايفين هنا في احد الفينشنج لاين. هذا قدر لانه الفينشنج لاين واضح، لكن هذا بيكون جدا قليل، فبيكون صعب عليه يعمل هذه الحركه اللي هي رسم الخط الحواف على الكاست والتي من خلالها حيبني الشمع، فيكون difficult to walk، يبني السن الشمعية لأنه مش شايف الحواف، وحتكون عندي حتى التلبيسة الشمعية ثخانتها جدا خفيفة، ممكن يحصل لها distortion للشمع. وإذا افترضنا وكنا احنا متفائلين وقدر يبنيها، لما يرجعها إلى معدن حتكون صعبة عليه وهو بيصبها أو يعملها كاستنج. كاستنج يعني تحويلها من تلبيسة شمعية إلى تلبيسة معدنية، بالذات في الحواف حتكون very thin، ممكن يحصل لها distortion. إذا صعبة على الدكتور، صعبة على الفني. طيب ايش يستخدم؟ او بعد في لسه عيوب. المشكلة الثالثة ان هو الفني، وهو الفني بعد ما رجعها لك بتكون السماكة قلنا هنا خفيفة 0.3 تقريبا. تخيلوا لو كان سوى التلبيسة تمام في الاوكلوزن، يعني 1.5 مثلا في الاوكلوزن، وكانت الحواف ضعيفة، يعني زي ما يكون عندنا ترابيزة التيبلز من فوق سميكة لكن الأربع الأرجل جدا نحيفة زي الدبوس، وحصل لها ضغط او حصل لها الثقل من الترابيزه من فوق، ما الذي سيحصل لها تشوه او تكسر؟ هل الترابيزه من فوق او الاربع الارجل النحيفه؟ اكيد الاربع الارجل. احنا نشبه عندنا هنا بالتلبيسه المعدنيه، متى ما كان عندي نحافه او فيري ثين في الاكزيل وولز للتلبيسه كانت 0.3 واقل، بيحصل لي بيكون عندي سيسيتابلز تو ديستورشنز، ممكن يحصل لي عندي تشوه وهي في فم المريض ان ذا ماوث بسبب متى ما حصل له اكلوزال فورس، متى ما حصل له ضغط على التلبيسه هذه اكلوزلي سوف تتحمل بسبب الثيكنس، لكن مع الاسف الشديد في الاكزيال سيرفيسز الاربعه الاسطح الجانبيه ممكن يحصل لها ديستورشن او تشوه لانها نحيفه. العيب الرابع اذا لم تكن انت حذر في عمليه البريبريشنز، يعني اذا ما حضرتها بشكل مناسب زي ما انتم شايفين هنا، ما كنت وانت بتحضر باكل ولينجوال ما بتطلعش وتنزل وانت بتحضر البكز مثلا، يعني كثير من الطلاب يسالوني يقولوا يا دكتور ليش ما بيطلع لناش حتى لو هو الفينشنج لاين الثانيه الشامفر مثلا، ليش ما بيطلع لناش الفينشنج لاين؟ لما تكلم روجنستيل في كتابه وذكر انه، واحنا تكلمنا في احدى المقاطع، لما تكون تحضر البكل واللينجوال والمئه مثلا، قال لك خذ البكل سيرفس واقسمه الى ثلاث جروفات وتعامل مع النص الاول البكلز، بعد النص الثاني البكل، بعد تروح اللينجوال النص الاول والنص الثاني. لماذا ذكر هذا الشيء؟ ما قال لك نقص في البكلز ضربه واحده، ليش ما قال، ليش قال لك البكل سيرفس نص وخلصته بعد النص الثاني؟ علشان تبقى مركز وانت بتحضر ذا فيرست هاف، وانت بتحضر الفيرست هاف مثلا انت مثلا جروف، لما تحضر الفيرست هاف تكون مركز انك ما بتطلعش وتنزل البير، ماشي على مستوى واحد ليفل واحد، لكن اذا طلعت وتنزل بتحضر من الجروف الاول ورايح الميزل طلعت ونزلت، فحيكون معك حاجه اسمها فيد اوت تلاشي للفينشنج لاين. هذا في الشامفر، ما بالك بهذا الفينشنج لاين اللي هو جدا ضعيف ورهيف. فقال لك اذا ما كنتش unless it's carefully prepared، ما لم يكون تحضيرك جدا حذر، الاكزيل ريدكشن عندك مش حيطلع لك هذا الشكل، it will be fade out، حيتلاشى معك ومش حيكون عندك terminating او نهايه للديفينيتد فينيشنج لاين. اذا لازم تكون حذر في التحضير. متى تستخدم هذا الفينيشنج لاين؟ هنستخدمه في التلبيسات المعدنيه اكيد، كومبليت كاست ميتال كراونز، او حتستخدمه في اللينجوال سيرفيسز اوف ذا بوستيريور تيث في الاجزاء المعدنيه بس، ويكون عادة في الأجزاء الغير مرئية مثلا في البوستيرير تيث في اللينجوال سيرفيسز، لأنه حيكون عندي معدن مش حيكون خزف. هذا الفينشنج لاين ما بيستخدموه، إذا حيستخدموا الفينشنج لاين اللي أحلى منه شوية اللي حيكون البير، لازلنا في هو تقريبا يشبه النيدل بير بس حيكون عندي على سماكة أكثر، فما قالوا بوينتد بقال راوندد. إذا راوندد أند تيبر فيشر بير اللي هنحضر فيه فعليا
حيكون سماكته أكثر شوية، حيقول الأدفانتج حقه. أول حاجة لا، هذا بيكون عندي defined distinct margins، بيكون عندي المارجنز إذا حضرته بشكل مناسب حيكون واضح ومرئي للدكتور بشكل كويس. سماكته طبعا بتكون أكثر شوية، بتكون سماكة الفينشنج لحالها تقريبا 0.5 دار مدار السن، والتحضير عندي أصلا أكزياليز بيكون 1 ملي. إذا بيكون عندي سبيس فور ذا ريستوريشن، أوكي حلو. وهيكون لأن الفني يقول لك يا دكتور هعمل لك ثخانة، أقل ثخانة مناسبة ما يحصل ليش ديستورشن زي ما شفنا في العيوب حق النايف ايج بسبب الأوكلوزل. لا، هنا بيكون عندي الترابيزه زي ما قلنا ارجلها بتكون اعرض شويه، هنا بيكون عندي في السنه الاكزل سيرفس تخانه المعدن اكثر شويه بتكون 1 ملي التلبيسه كعرض، والفينشنج لاين بيكون عندي نص. اذا بتكون عندي الفني بيبنيها بشكل مناسب وهتكون within the contour of the natural teeth، بيكون التلبيسه بعد ما يلبسها المريض كانها زي السن الطبيعي. لكن ايش عيوبها؟ اول عيب يقول لك وانت داخل، واحنا ذكرنا في محاضرة الميتر كرونز، وانت داخل بالبير بهذا الشكل ما تدخلش اكثر من نص البير. لاحظوا هذا الصورة، هذا التيب اوف ذا بير، هل عداها؟ لا، هنا ما عداهاش، لكن هنا عدى او دخل باكثر من نص البير. طيب لو عدى اكثر من نص البير ايش اللي حصل لي هنا اللي بنأشر عليه؟ حصل لي حاجة هنا unsupported enamels. لو ظهرت معي ال unsupported enamels هنا بعد ما شلت البير وجاءت التلبيسة، ممكن التلبيسة تضغط على هذه الـ unsupported animals وتكسره، لأنه يعتبر animals غير مدعوم، وإحنا عارف أن animals بقدر ما هو قوي بقدر ما هو هش. إذن العيوب عندي قال لك difficult to obtain، حاول ما عشان تتحصل على ما تدخلش أكثر من نص البير. إذا قال لك it should not be wider than the half of the bear to be used، ما تدخلش أكثر من نص البير علشان ما يطلع لكش الايش الـ unsupported animals اللي ممكن يتكسر، وحنشوفها في أحد السلايدات صورة فعليا في معامل الفانتوم كيف تطلع معانا هذه المشكلة. العيب الثاني it difficult to burnish. كان عندي ميزة في النايف ايج انه كانت المعدن جدا خفيف، كان هنا المعدن في النايف ايج 0.3 واقل، فكان يقدر قلنا يضغط على هذا المارجنز ويختم فيها الحواف حق السن المحاضر. لكن هنا المعدن لا، قد ثخن شوية، هنا قدو كشنفر فينشنج لاين قلنا قبل شوية، سماكة المعدن 0.5 في المارجنز، وهنا في الاكزل بيكون زيادة نص ملي 1 ملي. هل يقدر يضغط على المارجنز؟ لا، هنا قدو سميك، فمش حيقدر يعمل بارنشنج للمارجنز ات ذا بارنشنج ذا ميتلز عفوا للمارجنز، فمش حيقدر يضغط عليها لان سماكة المعدن زادت. طيب ما هي استخداماتها؟ حتلاحظوا نفس الاستخدامات حق النايف ايج، ولانه هذا احلى شوية بحكم انه هو within the contours اقوى شوية، هيكون complete cast metal crowns وكمان lingual surface of the posterior teeth نفس الاستخدام. إذا نفس الاستخدام، إحنا طلابي في الجامعة يجي يقول لهم the uses of the chamfer finishing line نفس the uses حق knife edge. yes، نفس الاستخدام بس بيفرق عندي thickness والقوة. طيب خلونا نتكلم على النوع الثالث، لأنه هنا بقي عندي مشكلة. قالوا طيب لو نشيل نعمل خزف إيش نسوي؟ شوفوا هنا الزحليقة بقيت هنا أعرض شوية. النوع البيرز هنا نفس الشيء راوندد، بس لاحظوا بدي يكون اكبر شويه. هيكون النوع هنا هو تحوير او تعديل للفينشنج لاين الشنفر، بقي عندي السماكه حق الفينشنج لاين نفسها. شوف السماكه كيف بقيت، ما كانت نص ملي بقيت 1 ملي، وبقي عندي فوق هنا 1.5. طيب اذا هو بيكون عندي تقريبا ما دام عندي سماكه هنا كبيره تحسها زي الزاويه 90. شوف زاويه 90، لا كيف زاويه 90 يا دكتور محمد؟ زاويه 90 لكن هنا في عندي مور راوندد للانترنال لاين انجلز. اذا هي زاويه 90، لكن هذه الزاويه 90 هل هي زاويه 90 قائمه 90 درجه مئويه؟ قال لك اوكي هي زاويه 90، وكملها بجمله عشان يوضحها لك، with more rounded يعني 90 with التفاف في الانترنال لاين انجلز في هذا الخط الجانبي اللي هو جاو ما بين الاكزل سيرفيسز والجنجايفل او الفينشنج لاين. طيب اذا عشان كذا يسموه هيفي شامفر، شامفر بس من النوع العميق، بعض الكتب تسميها ديب شامفر. هذا الفينشنج لاين لماذا اخترعوه؟ اخترعوه علشان يكون عندي سماكه، لكن في بعض الدكاتره اللي هم انسكيلز اوبريتورز بعض الاطباء ما يطلعوا بهذا الشكل المناسب، لا طلعوا بهذا الشكل. ما هو السبب اللي طلعوه هنا؟ اخذ الفينشنج لاين اللي بتشوفوه عندنا اللي هو راوند اند تيبر فيشر بير، هو قدوه عريض حلو اعرض من الاول،
لكن دخلت اكثر بالنص فطلع لك حاجه احنا نسميها هنا اللي هو unsupported enamels او unsupported tips. لو بقيت زي ما شفتوا هنا وحط فوقها الدكتور التركيبه بعد ما جابها من الفني حتنكسر معك هذا الجزء. اذا unskilled operators لازم يكون حذر ما يطلع ليش هذه unsupported tips of the enamels، لانه لو بقيت معك حيحصل لها fractures، واذا انكسرت معك بتنكسر جزء كبير مش هذا الزياده بس، ويطلع لك هنا open margins. طيب ما مميزة هذا الفينيشنج لاين؟ هذا الفينيشنج لاين زي ما قلنا ما دام انا عندي مسافة كبيرة زي ما انتم شايفين هنا، شوف هذه انكسرت معنا لانه ما انتبه لها الدكتور بعد ما جت التلبيسة. عموما ميزة الهيفي شامفرز ان حيكون عندي بيتر سبورت، حيكون عندي سماكة حلوة للتلبيسة الخزف اللي حتكون ثخينة. والسيراميك مشكلتها السيراميك كراون انها ضعيفة، فعلشان تعوض حق الضف فتحتاج الى سماكة. هذه السماكة حق التلبيسة منين انا اجيبها؟ اجيبها من التحضير اللي هو بيكون زيادة شوية، وبالتالي بيكون هنا 1 ملي بيكون سبورت، وبيكون عندي جود سبورت وجود سترينث. لكن هل هي سماكتها او هل هي حق السترينث والسبورت زي الفينشنج لاين الاخيرة اللي حتكلم عليها الشولدر؟ قال لك لا، حق السبورت ما هياش بدعم الشولدر. سو هيفي شامفر بروفايد سبورت، بيتر سبورت، بيتر سبورت ذان من؟ من الشامفر، لكن ما هياش بالسبورت حق الشولدر. اذا اخر حاجه بنتكلم عليها هو الشولدر فينشنج لاين. شوف الصوره انا عاجبني هذه حق الزحليقه، يعني زاويه 90 لو جي قارن بيناتها بين الشامفر او الهيفي شامفر والشولدر ايش اللي تغير معنا؟ تغير معنا نوع البير، لا يزال هو تيبرد، من هنا ضيق من هنا واسع، بس النهايه هنا عندي عامله فلات. اذا ما نوع البير؟ فلات اند تيبر فيشر بير. ما مميزات هذا الفينشنج لاين؟ اول ميزه ذكروها الكتب قالوا لاحظوا هذه الصوره، هذا عامل بالشولدر، بيكون عندك ريزيستنس يعني هذا التحضير، بتجي التلبيسه فوقها، هذا الفينشنج لاين السبورت بيكون جدا عالي، وبالتالي جاءت التلبيسه فوقها بتعمل لك ريزيستنس لوكلوز الفورس. بعكس ما كنا نتكلم على الفيدر ايدج كانت عندي اقل من 0.3 فكان ما فيش عندي سبورت، لكن هنا لا في عندي سبورت وبالتالي ريزيستنس تو كلوز الفورس، وبيكون عندي مش حتكسر معايا الخزف المحطوط فوق هذا السنه اجمالا وخصوصا فوق الفينشنج لاين بسبب السماكه الزياده. الميزه الثانيه تخيلوا معايا، هل تتوقع ان الفني ممكن يغلط ويخليه اوفر كونتورنج يعني بارزه او مفخمه او ضخمه تخرج عن الحدود الطبيعيه للسن الطبيعي؟ لا، أنا قد ريحت الفني فأكيد حتكون عندي، أكيد عملت له سبيس للهيلثي ريستوريشنز، الكونتر بيكون جميل ويكون عندي ماكسيمم استاتيك. كيف واحد ماكسيمم استاتيك؟ بيكون عندي الشكل الجمالي رهيب، لأنه أنا حنشوف في الصورة اللي في السلايد اللي وراه لو جات لي سنة غامقة لونها وأنا اشتي أعمل تلبيسة خزفية أكيد حزود طبقات الخزف، لأنه أنا قد عملت هنا سماكة أو عملت هنا تحضير زيادة، وبالتالي بيكون عندي سماكة للخزف، وبالتالي bulky of the restorative materials، سماكة مناسبة وبشكل جمالي قوي حلو وكمان قوي من ناحية strength. طيب ما هو عيوب هذا الشولدر finishing line؟ قبل ما اتكلم طبعا احنا قلنا the more conservative من هو الفيذر، واقل كونزرفاتيف اكثر واحد بتحضر في اكثر فينشنج لما بتحضر في زياده عن اللزوم وهو واش كونزرفاتيف اللي هو ليست كونزرفاتيف اللي هو الشولدر فينشنج لاين. الشيء الثاني في العيوب، في نوع في الشولدر فينشنج لاين يسموه كلاسيكال اللي انا تكلمت عليه الان اللي هو عامل بهذا الشكل زاويه 90، وفي نوع ثاني يسموه موديفايد. ايش الموديفايد؟ الموديفايد بعد ما يحضر بالفلات اند يدخل ببير ثاني مور راوندد ويرجع هذه الزاويه اللي هي 90 يرجعها مور راوندد. واحد يقول يا دكتور ما كذا انت رجعتها كانها هيفي شامفر، فعلا بس يقول لك اصحاب الشولدر لكن هي بدايتنا كانت شولدر الكلاسيكال. العيب هو فين؟ في الكلاسيكال ولا في الموديفايد؟ الكلاسيكال، الكلاسيكال ما بيستخدموه اكثر الجامعات. ايش السبب؟ قال لك الكلاسيكال تايب، لاحظوا هذه الصوره، ممكن يحصل لك كرونال فراكتشر، ممكن الكراون الكلينيكال كراون يتكسر معك. ما هو السبب يا دكتور؟ ليش انكسر؟ شوفوا لي الكسر اللي بيحصل هنا عندي. المشكله انه هو بتعمل هنا التلبيسه في هذا النوع الكلاسيكال، بيكون عندك الانترنال لاين انجلز هذا الخط الافقي العمودي مع الافقي، هذه الزاويه 90 بتجي فوق التلبيسه. التلبيسه هذه اذا اكل عليها المريض بتعمل فوكس
أو ستريس لهذا التلبيسة لو افترضنا هي موجودة هنا على هذه الزاوية 90، فتبدأ تعمل لي تشققات أو شروخ شرخ في هذا الدنتين، وبالتالي يحصل لي للتوث، ركزوا للتوث، يحصل له فراكشر كرونالي، يتكسر معك السن من ناحية الكرون. إذا نعيدها مرة ثانية، متى ما كانت السن عندي الزاوية 90 بهذا الشكل الكلاسيك وجاءت التلبيسة فوقها، حيكون المريض على التلبيسة، التلبيسة حتصل له الضغط على السن المحضر، بس حيكون الستريس عندي جدا عالي، كونسنتريشن او تركيز لهذا الستريس على التوث في اخطر مكان او الحلقه الاضعف في السن المحضر اللي هو هذا الزاويه 90، حتعمل لي فراكشر كورونا اللي فيها تكسر معك. لكن لو كانت مور راوندد المودفايد شولدرز، بيكون عندك تقليل الستريس عندك، وبالتالي مش حيتكسر معك ات السن الطبيعي. اذا نتكلم على اخر شيء في هذا المحاضره، ما هي استخدامات هذا الفينشنج لاين؟ هنستخدمها مع أكثر نوع من أنواع التركيبات ضعفاً وتحتاج إلى تحضير كبير، اللي هي الأول سيراميك كراونز. إذن يعتبر أحسن خيار الأول سيراميك كراونز هو الشولدر فينيشنج لاينز، أو يسموها عائلة الجاكيت كراون. ما هو عن جاكيت كراون؟ فاكرين محاضرة التايبس اوف ذا كراون اند ذا بريدج؟ الجاكيت كراون هو أي تلبيسة ما فيش فيها معدن، والمعدن لما كنا نذكره في التلبيسات كنا علشان القوة، لكن هنا ما فيش عندي قوة في التلبيسة، كلها خالية من المعدن، فأنا بضطر أن يكون ثخانتها كبيرة. الثخانة الكبيرة منين نجيبها؟ من السماكة العالية للتلبيسة. إذا ما هي المعادن أو الماتريالز في طب الأسنان التي تحتاج إلى ثخانة، أو الماتريالز اللي تحتاج إلى ما تحتاج إلى معدن، اللي هو البورسلين والأكريليك؟ إذا بستخدمها متى ما أنا استخدمت تلبيسة معدنية صافي أو أكريل صافي ما بيش فيها معدن، وحضرت زيادة عن اللزوم، لأن هذا الماتيريالز البورسلين والأكريليك هما بريتل ماتيريالز، واحتاجت إلى ثيكنس عالي علشان تتحمل الفورس اوف الأوكلوجين بدون ما يحصل لها فراكتشر. الشيء الثاني، لماذا استخدموها؟ استخدموها علشان أنا حضرت تحضير مناسب. شوفوا هذا السن البريمولرز عامل ستيننج عالي، فيها ستيننج عالي أو تصبغ عالي، فأنا مضطر، والمريض يحتاج إلى شكل جمالي عالي، فأنا اضطريت هنا أحضر زيادة عن اللزوم، حضرت زيادة عن اللزوم، كنت أحضر الفينشينج لاين شولدر فينشينج لاين. بعد ما عملت شولدر فينشينج لاين، سماكة عالية، الأكزل بيكون تقريبا 1.5، الفينشينج لاين بيكون تقريبا بيكون 1. الماتيريالز هنا المستخدم تكون أستيك اللي هي السيراميك، لاحظوا هنا كيف حسوي فيها الآن. هذا هو الشكل النهائي للتلبيسة، ثخانة عالية، نوع الفينشنج لاين بيكون هنا عندي شولدر سمكته عالية، أكزيل بيكون كمان سمكة عالية، وبالتالي بتكون عندي هو متى ما كانت الماتيريالز اللي احتجتها علشان بيتر استيتيك، وبالتالي شكل جمالي رائع، بالرغم انها تعتبر one of the least conservative finishing line، من اكثر التركيبات ما فيش فيها conservative. وكذا انتهينا من اخر محاضرة في الكرون اند بريدج بارت 1، ووصلنا الى نهاية المحاضرات. بالتوفيق ان شاء الله في محاضرة قادمة.